مدن المدح وين كسر دوو شبكة دور باين تا كوفر قلبت سوماليا أو أه شبكة دي يصير تجي أو كوكبن دمان راديوشة تلفزيون هذا ويب سايت هذا يوتيوب هذا يوليبا بيجت كلاس كأرك إمان تور باين تي يصير بدري سوشيال ميديا جرهان قربوا ذا ميديا برودكشن ويرو فيديو أفتحن بدان أوفيشال قربوا ذا ميديا برودكشن ورسن راديو أند تلفزيون كسودو دمان ورباهين تكوفر قلبات كشاقية صدال إيد بدا مدن مدحوين وحن لسعونا إن أعطاها مدحوين دولة قوليت في جبلان أو إسكيس أو دواقي أو لم يتها مدحوين ياشاك لا خصوغن مامو قوليت كاس جبلان إياغونا شهدتي إني هي مدحوين يا القداشة إسبدال بطن عيا دعي ماركو غو ريسو كوا رمبا اسمو جين وحيابيه كو قبصومي يمانتا جبلان مرحلة إمريسو. بسم الله الحمد لله وثناء الله صلاة والسلام على رسول الله وكله هاي إلى إلهي مهديس شلي يومانتو وإلهي مهدي وناسن هاي سول شلي وناسن مانتنا وناسنتا لكن مانتك سي وناسنتا شلي مانتك وناسنتا هاي وهاي مانتا نجوغنا شلي وصودف مركب يلا ذكرتها تعبتوا أنا يوم كفى هذه السنة يشوف شركينا هرس واحد وهم بليين يا دولة الصومالية دولة ده حق قولها إيجاري سو استبجوجة مركوره وكم بليين هي قولها سوا دنا دقالها دنا حرم مركب دقالها دنا مو خاي دفاع سلا دسمها إذا ما قالوا كسيدة إيوه حد جديد أي سحرسه أنت ب ودولة وحنا لي هاي وكو يعني وكو فرح صرا وحنا لي هاي قول بعد قرتينة إلى هاي مهدي ويقولش أس كوا كهل لينا ووح دس كلا وصع الشقة ياوي مركز كلا أقول لك جبلان مسحون يا الله وراه لا ذا وكم دي أحمد مذوق وكم دي هاي عبد الرشيد حدك يا ركلو فربضنا هذه واحد تاني مدحوينها جبلان اسمه عاوي واحد نقص جدا دجانا بكوفر قلب بلا شعهان مركا إذا ماذا دولد وير الحقوق هذا بلد حاو مياد ليد هاي ويككينين اللي بين ما حد ما كنت هجيري سن أرتا إذن كو مركو هريتو حدود لقيا وشري دولد من رقون كرتو مر هدانا أن حدودي دي لسوي حرين كري دولة ما نقوم كرت شرعيا دولة ما عطاس إن بدل بي دولة دي نك هذا شيء بلد حاول أشياء جسيت بلد حاول حاجة سنتهاي كونفور قلبت أي كتر سنتا جبلان أي كتر سنت جبلان وكونفور قلبت جبلان تو كونفور قلبت كونفور قلبت الله بالله دقيوي قلبت كسومالي ودن بيكو كوتا لا بولها وجبلان ميا كوفر قلبت كتسم كوفر قلبت جبلان ما لا بول بوشي تتبع ولا تيجا سو ولا لكن سدح سدح بيان ينو نقول نسيب كي وسبب تعالى كوفر قلبت ولي ولي هي لحد على احد قوت هاي تاسع امس تاسع امس مركب مدحويني مدى ما واحد دوني سا مركب وفيرسو جوابت هذا كو ادن ان جبلان اي كم تاكو فرق البيت ان معمول قولات كو فرق البيت جبلان عطوا ريت هل استيت ما هو استيت كو ودس كهرباء تنكسوي لكن سد احد سد احد مسكو قراني ان هو هاي كلا اهانو حدنا دقن اهانو كو كلغو يكر مركا بلد حاوا وحي كو تالا حدود بي كو تال وينو كو قسمتاي دولدو ني دفاع dawladda kenya in badan bay wax badan ka sameysay shacab iyo masaakiin aan lagu tuntay way ka digtay in badan dawladdeen dawladdu waxay weeyday waa la yeesay in badan caalamkan uu ku tuntay caalamka maana arag wuu soo ka hadlayo dhibaatada kenya ku wado beled xaw beled xaw dhibaato ka jirtay dhibaatada kale meesha la leeyahay ciidan baa la geeyay ciidanku xuduudku maadaama uu soo xiray dadkii horey u shaqeynayay oo horey u shaqeynayay oo sidaan ahaa oo mataan waxa galay meesha nin dambiile ah dambiile caalami ah oo caalamku haddii janna ula jeeda dambiile yes dambiile caalami ah galay meesha
dowladda haddii lagu soo duulay xabada lagu soo riday oo madaafiicdii muxuu ahaa ee kenya ku soo dhacday de gacmaha ma laabanayso xadiisku waxaa loo geyay ciidanka saas wey marka dowladda xaqay ulahaydaa leedahay waajib bay u leedahay dowladdu waa waajib muqadas ah oo diini ah inay difaacdo dalka okay arrinkaas maadaama madaxweynihii jubbaland aad tahay adiga iyo golahaaga wasiirada iyo xildhibaanadaada ma ka shirteen xaggeena ku shirteen mar walba taashiri ba uma baahan kale waa wax ilaahayna faray wey in dalkan la difaaco waa xaq wuxuu ka rumeeyey madaxweynaha iyo dowladdiisii federaalka waxay ka rumeeyeen oo ka run sheegeen kutubka ay mareen taa waa waajib qaran wey waxa kuu soo haray waxyaabaha ka socda jubbaland oo nabadgelyo la-aanta ah oo kusoo duulnimaada ah kenya horean ugu celceliyey horeyna u sheegay haddana waan sheegayay waxaan leeyahay kenya ha ka waantowdo dhibaatada ay ku hayso dalkeena intaynan u gudbin arrinkan ku aadan gudaha jubbaland si guud waxaa u dul istaagtay guulaha ay gaartay dowladda federaalka soomaaliya dhinaca ciidanka waaba sheekay dhinaca siyaasadda ka war dowladdu siyaasaddu waxay dhismaysaa markii difaaci dhaqaalahay dhismaan dowladdu dhaqaalihii bay dhisaysaa waxay ku dhistay 5 bilyan iyo 3 inta dheeraadka ah ee deynta ee lagu lahaa ee qarankii soomaaliyeed ee maanta hore socod ku gaari karin in afitaankiisii sidii loo dhaafi lahaa in reer baadi goobto weli lama arag wax baadi gooba una ayadi ka ahay sidaa darteed waxaan leeyahay maantana meesha la maraya waa ujeeda oo adigu idinku waad ogtihiin in dowladdii guuray ka gaartay xagga afinta diima marka taasoo ugu aguureynin haddaan aan la helin dhaqaale la helin horumar la heli maayo intii dowladood ee soo martay burburkii kadib soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya hogaamiye maxaa cabdilaahi farmaajo kheyran uu ra-iisul wasaaraha ka yahay deymahaas oo soomaaliya laga cafiyey ma jirtaa dowladii isku dayday in ay barnaamijkan u howlgasho ogaalkaan dowladihii hore oo soomaaliya ku meel gaarka ahaa iyo kuwii kale tan ka horreysay xasan sheekh oo kale dowladda deyn bay ku reebtay waxa laga cafiyeyna weligeed lamaba arag wax laga baada goobayna ma jirin caalamkana marka sheygu aad aad baad goobto ayay kuu tilmaami karaan furihii furihiiba ma aysan raadin marka deyn cafintan oo soomaaliya bangiga adduunka iyo bangiga afrika ay u sameeyeen maxay ku soo kordhin kartaa horumarinta dhaqaalaha dalka dhaqaalaba ma yeelan karno haddaana deymahana naga cafin lacagteena waad aragtay way dhammaatay horumar kale ma gaari karno cid deynana siinaysana ma jirto oo kale horumar kaleeto bangiyada adduunkana naga siin karaana ma jiraan marka sidaas darteed dowladdu waxaan leeyahay waxay samaysay wax aan bini-aadanka la sameeyo wax ugu wanaagsan ma jireen waxyaabo badan oo dalka uu heli lahaa oo dhanka dhaqaalaha oo ay caqabad ku ahayd deyn cafinta oo aad xusi kartaa hal iyo labo ha guud ahaan horumarinteena lama ogola dal jirina maan ahayn lacag la-aan darteed maadaama dalka lacagta wax ku yahay waa in la helaa dalku lacag u soo samaysta waxayna ka mid tahay astaanta dowladnimo waxaa nooga xayiran deyntu maadaama ay tahay waxyaabaha qofka bini-aadinka qoolka waxa lagu leeyahay inuu iska bixiyo oo ama laga cafiyo horumarkii uu gaari lahaa mataalan deynaan soo qaadanayna bangiga adduunka aan ka rabnaa nana ma siinayo shirin lana siimiyo lacagteena waxaan ku samaysanaynaa marka lacagta soomaaliya dhammaatay waxaa lagu samaynaya waxaa lagu samaynaya dhaqaalahaas oo lagu siiyey oo lagu deemiyey oo aas hesho ayaad ku heli kartaa dhanka siyaasadda ka war wallaahi siyaasaddu waxba iska jirayaan dadku waa bini-aadin nima sida wax u rabaa waxaanugu waa sanado waxaanugu ah sanado haddii lugaha lagu qabto miyaad ordi kartaa haddii lagu yidhaahdo orod waa aad ku fahay oo le waaba lagu qasbayahay haddii lagaaga dhigo dhunta miyaad cuni kartaa dowladdu cunaha waa lagu dhigay keliyahana waa la haystaa qolo mucaarad sheeganaysa laakiin mucaaradka aana saas ahay ee garan lahaa weli annaga dalkeena waxaa xukumi jiray wixii ka horreeyey ee dowladdan dowlada shisheeya xukumi jiray nin weliba dan gooniya leh nin weliba dan gooniya u socda marka 5 dowladood ee caalamka awoodda ku tartama afrika noo dheereed anaga afrika noo dheereed dee ma jirin
dal in soomaali u madax banaanayo xukumi kara caalamkan hadda sidatan ay ku socoto dee inta badan yeelimi maayo waayo sababtoo ah horumar ayaan gaaraynaa caalamkan horumar ma ogola in dowladda soomaaliya soo noqoto oo la guuleysto caalamkan ma ogola marka sidaas darteed waxaan leeyahay inku waa geesiyiin garab ha lagu siiyo anigu dowladda kama tirsani dadka muxuu ahaa dowlad aanta noolan karana meh dowladduna haddee waa ku khasban tahay in ay wax u disho in ay garanaysa meesha u marayso u marto haddii berri toole aana maanta wax loo dilin berri dowladnimo ma jiriso oo waxaad leedahay marka siyaasadda la sameeyey ee horumarka waa kala ku duulidda maamul goboleedyada ku khasbin maya taasan wax kaa dhaha maamul goboleedyadu ma ahayn maamul goboleedyo soomaali dhisatay maahay adiga wariyaha markhaatika waxaa dhistay dan dalka dad kale baa dhistay waxaa ka mid a dowladaha adduunkan kuu sheegay nin walba siduu rabayba wax u yeersaday waxaa la garamaray dastuurkii dalka si wax looga dhaqmi lah nin dowlad goboleed a madaxweyne lagu sheegay markii horeeta magaca laga dilay wuu baxay wuxuu aaday talyaaniga mashaariic uu ka soo qaatay ingiriisku aaday mashaariic ka soo qaatay dowladda dhexna ma oga sida hadda muxuu ahay dan iyo kale maya saas maya dowladdu watan ismaqasha amarkana kala qaadata dalkana sida hadda nimanka ay ku bilaabeen ay ku sii socdaan dee saddex sano awalama la gaari karin guusha la dooniy waka okay jubbaland aan usoo noqono jubbaland waxaa ka dhacay dagaalo xadka beled xaawo iyo mandeera ayuu ka dhacay dagaalka dhimashaa jirto dhaawaca jiro ciidanka dowladda iyo ciidanka kenya oo soo galay waa lagu tuunaya qadiyaddaas ka madaxweyne ahaan maxaa kaaga baxay horta meesha wixii ku dhintay oo islaam ahaa dadka soomaaliyeed ahaa dhammaantood u tacsiinay inta dhaawaca noqotayna ilaahay waxaan uga baryay in ilaahay bogsiiyo meeshaas dhibka ka dhacay wax aad iyo aad runtii looga naxaweey waayo anoo nin soomaali ah oo soomaali ah oo islaam ah in aan caalankii buluugleeda ku soo duulo ayaan dow ahay dow ma marnaba wax la yeeli kara ma kuwa ku soo duulay waxaan leeyahay waa walaale waa khaldanteen waka waa gartay marka maxaad xal ah u aragtaa dagaalkaas inuusan dib dambe u dhicin maadaama adigiba aad tahay madaxweyne jubbaland oo aad dadka u dhaaratay haddaan lagu aqoonsanayn haddii lagu aqoonsan yahay oo aad is-ciileed waa looga gudbi karaa dhibaato gacanka hadala oo kan hadda dhacay looga tusaale qaadan karo alxamdulillah waxaa loo gudbi karaa in wixii dhacay wax tegid sooma noqdaan dadkuna waa wiil iyo abtigii iyo wiil iyo odeerkii wiil iyo aabihi weliba kuwa beled xaaw hadda muxuu ahay ka socdaa waxaan leeyahay wax walba waxa ka wanaagsan nabad wadahadal waa kuwa soomaalida kenyan waxaan leeyahay war annagu intaa ka badan samar malay samarkuy dee ayagaa waxba dee nagu bilaabay sooma laakiin kuwa kale waxaan leeyahay wadahadal baa wax walba ku socon karaan qaabkee loo wada hadlay waxaa loo wada hadlayay gogol baan dhigayna yaa dhigaya waxaa dhigaya aniga kula hadlaya dowladda dhexe waxaan weydiisanayaa magaca waxaan ku dhigayaa maxay ahayto siyaasiinta garabkayga ah iyo keyga magaciiga aniga xasan ah iyo rega maya madaxweynahayga waa ka tanasulaya gogolna waa dhigaya waxaan la kaashanayaa rabbi iyo dadkii dadka ummadda soomaaliyeed meesha deegaanka ka ah ee samba jecliyaasha ah dhammaantood iyadoo aan qabiilo diyiin bay raalli ku yihiin ummadda in nabadgelyo laga shaqeeyo nabadda waa la diidan yahay laleeyaha adiga naftirkaaga soo qayb katiimid kama mid ahid kuwa nabadda diidan oo axmed madoobaaba sheegtay madaxweyne oo la aqoonsan yahay oo kismaayo jooga oo caalamkii uu la kulmaya adiga marka soo caqabad kuma tihid nabadda oo hadda ma taageeraysa dowladdii federaalka oo maamul goboleed ku duulaysa horta mad suurtagal ma dowladda dhexe na aabihii inkaray aqli ma wicil ma ahayna ma dhihi karo sidaaba inkaraya dowladdu waxay wax ka wadi laadahay oo shacbigan dhibaatada u maraya waa axmed madoobaha aad sheegaysid axmedna kani maxay ummaddani ummaddan shaqa kuma le axmed duulimaad may qaadaan labada nin oo kale
عبدالرشيد واقعات دول ما تقالوا قرر كل شيء بيجوا دول ما المقالة كروا وقرر جزء قبرية لكن كنا حمايو حمل مدوب صد صدع كيلومتر صدع كونو كيلومتر بكيمي وحجين وحن كسر بحرك أنا وحن كيمي ولا يقان بقول صد صدع كيلومتر يجري تاميشان كل شيء يكسم أي سجلان مركا نين ساكو ما يردد ملي هذا ساكو يلو حسبه عليه نك يقان يقان بيها لقعب هل كاسان كلش مركا ما هن إن نالس كريده وما أحمد وين مدحوينه ما هن ما نقول دونه أديك مدحوينه أشياء جانا يسال لفتر كاع هدي قروش إنه بدل لي ماذا ما تناسلي شا ما هيا ها 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 أنا واحد هذا نيو أنا بات وايد دجانك ويلك كل ما نيو ويلك نقول بهن قضاء يا مركا صورت قال ما هن دجال وحروضه وحن دونينا إن بضعه نبض نروح يكون عكر تاو هذا قول بندق هنا دوله دنيا وقرات. أحمد مذوب الدين. الدين ده أحمد مذوب من ولا قوة جسنية. ما ندي ذكره. تقال والله. ولا وأكو خصمنا. أوكي. وحنا بقى مركز الفيريو مذحوين ياشا كود الجرا جبل لا. قط علي خيب كتاه. فرق كلي كجيران. بس عالم كمرك أي مادان. إذا الله مش شيران. وحبيدي كم ويديان أري ما جبل لا. ما تعزم واحد كين يسمى دين كان شعب يد يحول كلها عند جبلان مش دين كان قصة أحمد مذوب مذحين مدي وان ما حسنت أحمد مذوب أنا ودي جنبان دي جنبان وحنا اسمه مدي دني نك لكن فلان أو يري حبت بانكو من حبت بانك وبحية يا تاسي وحي كره دنيا وداسي وناك بكره دنيا وأسرة ديرينيا لكن ما أيه أيه أركض دونا أيها الدولة اللي جلها كينيا، دباتها هلك كولا، ما كولد دونا إن شاء الله. كينيا دعت شكتي وزير دي أريمه دي بدأ ورك الصباح وشيء جاي. إن أوديار جروبين إن عيدن كود كلب حان سوماليا. كل كي خورا يسوق ليسي لابد يكون يكو يتبان كيرا. كم يسوق لين مجا عام سوم. بعد وهذا هذا الكذب أيه كول قصي مجا عام سوم. وعيرا لساج بوينك. هدي عيدن كينيا كلب حان جبلة. أمني جيدي سوون قنا يا أديكم مزحوين أشياء جاني. الحمد لله. أبنك كينيا خدين غبحه سوالي ده بعطيكم إيمانس وكا سيدرب تاع مركينا أبنك وسلطان جبلة ما هيدا كرسي بحد باب جمان كم إمام مايا هدي ربي يرهدو دت كذا دي وذا حجودان ولا هذا الكاس وح كسب بحاي مراك كسب بحاي مراها إن شاء الله والف لني دتكو دتك هرم ما سوالي ده وسوالي جب جد دت وحصو يستمع ولي أبتقوي ويشيني من مدوم حسامين في يالم دون تاع ما يبان كوشي جي مركي اللي سيرار يهدك برتودي بيجوجن وحال الجوجا ورجودي وويلشودي تكان لكم مجرن لباتنا فرسان وفديا محانك تكوري عرسي حد جي حدوتو كيني يي سومالي ودحيا انو بولحا كدول ما انت حق صبي لين كترسن كبنيت كيس وسيره دا او ايو بدات سنه نا نكا ودن بيله قرنوي ومدين كلي ما ادون كو دنبيلكي نيكا مرك دنبيلها دفاعيا كاين ان من انجليزي صح صح ما ما قالت احمد تو بس اسكت بين قرن يا عالم وكا كينيا مرك محكا امن سنتاي اني كويس الصومالي كينيا ادون كنو اركيا اله نو اركيا دوله الصومالي هرتو حان هو همبلينيا سياسه اي قيمها بدن لاي كل شقيس دوله كينيا اديات دوله كينيا هدي تينا تاي مرحله الصومالي فدت كي ادي لو سميل لكن الى انت محو اخاي دوله كينيا والى فرماجو waa ku faraxsan sababtoo waxay taabanaysaa nabada dal oo dalbada Soomaaliyeen waa fahmay mar haday hadalkaagu waxa ku jiray Jubaland waxay qayb ka tahay koonfur galbeed anoo ka duulay markaa magaca koonfur galbeed madaxweynaha hadda haya talada koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed lafta gareen ma jiraan farriin aad u direys iyo wax aad ku amaanayso muddo 10 bilood oo madaxweynaha كويس أنا بيتهم بروض السنة كهاي أو وحينا كهاي كوبرتون والله هرتا أدية ونكل إلى هذا عبد العزيز ملحوينه أدية وحنا لي هاي هرتا وحقصوا دلالة عليك المدة دي جري وحنا شرف حسن هاي المحكمة كرا سجال سيدي وحبقتي هاي سودي للدولة ما دين هرتا تسوق فرصة سياسة الدجن أو أدي أدي يا
نو كفر حسنة تستور كوسو اللي نو كفر حسنة ومش شري العام مدرك ما يكرتو دولة دي هورس تستور ما تستور كأني دولة سوسير بنكها تستور شاكو ملاهي وسيرين جاتر هم بيح نيم كان ليه هذا برلمانكو ده كنت نفر ده رادا كجست وزيرك بيراه وزيرك سبح هذا لكن مايش اللي يراه دو تستورك كنت نفر تيوك ساري ولكن الخوين وهو عم بليانية سقاش شنطة يا صحة تستورك أنت صغرية شريعة تاسن وهو عم بليانية ماذا خوينا واحد لكن لا ياي ماذا خويني عبد العزيز واحد اللودي مس واحد كاتها هول بقولة تكتي دتكي دلكي كاجري degmadii aad ku dhalatay waxay ku taala Jublaani waa waadna iloodi hanay loobin in albaabka la xirtana sax ma oo ma inuu idan taageero dagaal kula galay sawalba Abdulaziz waa in uu taageera Jublaani uu taageera Tal Ahmed Madow mu taageeraya na waa inuu taageera anagu xaqoogu baan u dagaalamayna xaqoogooda idan raasanayna Sharif Hassan ma ku tuntay asaga inuu ku tuntaa ma calaamada saarkaaga ma mo rabtaa inuu ka soo qaybto may calaamada saarkay uu iimaanaya mid kastana uu iimaanaya laakiin waa inuu ka hadlaa waa in wax kaga aadan u dareema Jublaani isaga hadda ma la xiriirtay oo ma u tagtay inta loo maray madaxweyne inta loo maray ood ba ku rogan دولد قال مدوك وش أيك قرت هو هم بليني قرقر مدحوين قرقر وهو هم بليني كن إيه كوجر وهم بليني سدا وقصي وذا نوح عليه قرقر سدا سك وانا اسم مدحوين قصي وذا مدادي ويقرقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.